كيف تحافظ على عطرك لمدة أطول؟ الاحتفاظ بالعطر في مكان مظلم يحافظ على رائحته خاصة بعد فتحه. فبعد فتح زجاجة العطر وتعرضه للهواء تبدأ مكوناته في التأكسد، مما قد يفسد العطر. لذا يجب إبعاده عن الأماكن الحارة أو الرطبة. يجب عدم وضع العطر في الثلاجة كما يعتقد البعض، لأن الحرارة المنخفضة جداً تساعد على حدوث تغيرات في مكونات العطر نفسه. لا تجعلي أطراف أصابعك تلامس فوهة زجاجة العطر مباشرة، فذلك قد يؤدي إلى دخول الكريم المرطب إلى زجاجة العطر ويؤثر على رائحته. هل تعلم أن النوع الواحد من العطور يحتوي على مكونات تتراوح من 10 إلى 250 مكوناً؟